قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة 30 يوما اعتبارا من 15 من مارس الجاري وحتى 13 من أبريل القادم، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزراء ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة مع مثيلاتها بالأسواق. تمهيدا لإطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، عقدت الوزارة اجتماعات مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية في إطار المبادرة بأسعار مخفضة. كلنا جايين نساهم في مبادرة كلنا واحد، كلنا لازم نقف جنب شعبنا. جميع السلع الغذائية من سكر ودقيق ورز ومكرونة وما يشمله من استراتيجي بتحتاجه الأسرة المصرية في شهر رمضان المبارك هيكون متوفر إن شاء الله بإذن الله في سلاسلنا. ودائماً بنقدم أكبر خصومات موجودة خلال المبادرة وخاصة في السلع الاستراتيجية. الأسعار دائماً بتبقى شبيهة بسعر التكلفة دون أي مكسب. خصومات بتوصل 30% للمستهلك النهائي في الرز والسكر والفول والعدس والبقوليات والحمص. احنا بيشرفنا اللي احنا نخش المبادره مش عشان مجرد احنا موجودين قبل رمضان او كمان جنب عيد ام، لا احنا عشان نخفف العبء شويه عن المواطن، فهنخش في عروض تاني بعد اللي عملناها في يناير، هنخش تاني نكملها ونزود العروض شويه عشان نوصل لبعض العروض قريبه جدا من التكلفه المباشره للمواطن في كل منتجات الاجهزه الكهربائيه بشكل عام. كميات كبيرة من السلع الغذائية ذات الجودة العالية قامت الشركات التجارية والكيانات الصناعية المشاركة في المبادرة بتجهيزها لتلبية احتياجات المواطنين في إطار المبادرة التي تنطلق فعاليتها في 15 من الشهر الجاري بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 60% على مستوى كافة المحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وتستمر على مدار شهر، وتأتي أهميتها للمواطنين في ظل متغيرات دولية ومحلية تحتاج إلى تكاتف الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين. أنا اللي دايماً ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر. احنا مشاركتنا النهاردة دي مشاركة تعني ان ده واجب على كل مصري موجود في البلد في ظل الظروف اللي البلد عايشة فيها دلوقتي والعالم كله عايش فيها، فده واجب على جميع المصريين، والمشاركة دي مشاركة بسيطة، تعتبر مشاركة بسيطة، وبدعو جميع الناس ان هم يحاولوا يشاركوا ويحاولوا ايدهم في ايد الحكومة، لان الحكومة مش هتقدر تعمل حاجة لوحدها. ما كانش القطاع الخاص والقطاع التجاري والقطاع الاستثماري يساعد مع الحكومة، ما هي البلد ايه غير انا وحضرتك وغيري وغيري وغيري. تسعمائة وثلاثة وتسعون فرعا لكبرى السلاسل التجارية مشاركة في المبادرة قامت بإنهاء تجهيزاتها لاستقبال المواطنين، وتم وضع الأسعار الجديدة على المنتجات التي توافرت بكميات كبيرة، إضافة إلى وجود شوادر وسرادقات ومنافذ بكافة المحافظات موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل على المواطنين الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار. كما جهزت الوزارة قوافل من السيارات المحملة بالسلع لتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجاً. دي المرة الـ 22 لينا مشاركين من خلال الـ 100 فرع بتوعنا على مستوى محافظات الجمهورية مصر العربية. المنتجات كلها الاستراتيجية موجودة وبوفرة وبنفس السعر القديم، مفيش أي تغيير في الأسعار، والبضاعة موجودة وتكفينا لشهور قدام كمان يعني. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر والكل عارف إن مصر. انطلاق المبادرة جاء تأكيداً على الثوابت الوطنية التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها، وإيماناً منها بدورها الاجتماعي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات كبيرة، وهو ما تحرص عليه المبادرة التي تشارك فيها كافة قطاعات وزارة الداخلية.